محور ولاية شمال دارفور تحديدا، حتى تحرك الطيران في يد السيد الغايد الفول مارشال مني أركو منها. والله أنا بقول لكم بالواضح، بمعنى أنه عشان تعرفوا حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المصلحة. قدنا لكم بفيديو جديد مراكز محمد أبو الدهب، كلام جد جميل. اتكلم عن وضع العمليات في ولاية الجزيرة، وفي شغل كتامة شغال في ولاية الجزيرة وسنار. برضه اتكلم عن مصفى الجيلي واستسلام الجنجويد بكميات كبيرة جدا في مصفى الجيلي، وبرضه منطقة بحري شفي اتحرر. وبرضه اتكلم فيه قال في ضباط من دويلة تم قبض عليهم أحياء، الآن قاعدين في عيادة استخبارات الجيش. الفقرة الخامسة حجانا تقفل كل طريق رابط بين كردفان ودارفور، والمشترك عمل شغل كبير جدا في منطقة الزروب. ففيديو جد جميل وكلام سخن كده، رحكم هذا الفيديو أول حتى بعدك نجي نعقد معه. ولاية الجزيرة الحاصل شنو على مستوى ولاية الجزيرة؟ هل القوات المسلحة، هل المتحركات اتقدمت؟ وصلت وين؟ أول حاجة أنا أطمئن أهلنا في ولاية الجزيرة، وأطمئن أهلنا على مستوى خاص بمدني، لأنه دي الانفتاح الحقيقية. وطمئنكم أنه في عمليات بتاع التقدم من محورين ديل على مشارف دخول مدني. ما ده سمنوا منكم، لكن دارنا أقول لكم تاني، شفتوا كده ما نحن بقينا شنو؟ نحن بنقول الكلام الحاصل، وجيشنا بكرة بيدينا حاجة تانية إنه بيتقدم في نقاط مع الدخول. فأنا أبشر الناس، القوات المسلحة في محورين على مستوى ولاية الجزيرة على أضخم دخول مدني. والله ده كلام شفت يا أخوانا عجيب. وصلت عملية بتاعة أسلحة جديدة اللي تكلموا عنها، الأسلحة اللي تكلم عنها جناب وسعدتو ياسر العطر. والله أبشركم، والله محاور الجزيرة كلها الآن تمتلك الأسلحة الجديدة قبل دخولها لبحري. والله قبل دخوله لبحري، الآن المحاور بتاعت الجزيرة تمتلك الأسلحة المتقدمة، الأسلحة الحديثة. أول ما نزلت يا أخواننا سير العمليات الآن هناك، عشان ناس الجزيرة ما يفتكروا إنه القوات المسلحة إنها ما دايوة ما متقدمة. لا والله، قواتكم المسلحة متقدمة على محور ولاية الجزيرة تحديدا من محورين وعلى أضخم دخول مدني. والله الجنجويت في مدن، أنا وريتكم قلت لكم والله ما في خيارات قدامكم غير الاستسلام يا الموت. هسي بقول لكم والله يا الاستسلام يا الموت. والشباب الموجودين هناك ديل من جهاز الأمن، هيئة العمليات، ومن القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية ككل، ومن المقاومة الشعبية المدربين تدريب وتأهيل تام. أقسم بالله العظيم قدامكم الخيارين يا الاستسلام. فمعناه في خيارين، الزول اللي بيجي بإرادته وبنفسه بيستسلم، ده بدي ما حاجة تانية والله. لكن الخيار الثاني انتوا عارفين انه جغم فبيها مدني الآن من محورين على أضخم دخول مدني. والشغلة دي يا أخواننا زي ما قلت لكم، عينك فوقه تركب فوقه، عينك فوقه بتركب فوقه، مدني جوا، كل الطرق تؤدي إلى مدني، ما في أي خيار تاني، مدني بس. ونحن زادنا والله يا جيش بنقول لكم بكل وضوح، أقسم بالله ما بنقبل إلا دخول كله مدني، مدني بس جوا، ما دارين أي اثنين ثلاثة يا جيش، مدني بس. أصل شفت الغورة الأسفي، أنا الغورة دي ما أقدر أتكلم فوقه منكم، أنا ما بعتبر إنه دي أي حاجة، مدني بس يا جيش. نحن ما بنقبل إلا نشوف الجيش جوا مدني يرفع، شفتوا تمام ده يدقق من جوا المداخل بتاع الحنتوب، وإلا بيكبر حنتوب كمان عشان نوريكم كمان الغرصنة بتاعت القوات المسلحة يا جنجويد، إلا بيكبر حنتوب والله. واسمعوا الكلام والله، إلا بيكبر حنتوب، لا شفتوا لا طيران قنقر، وعينك فوقه بتركب فوقه. فأنا بقولها ما قاعد أقول كلام ساي والله يا جنجويد، مدني تحديدا اقسم بالله خيارين قدام، فالحقوا يا تستسلموا يا تجقموا، ما في اي خيار ثاني، يا استسلام والبجي باستسلام ده ما الناس ما خلاص ده مستسلم، لكن الخيار الثاني اجقم. والتعليمات ما تجيبوا حي، المحاور متقدمه يا اخواننا على مستوى الجزيره في كل المواقع متقدمه، البشره الحقيقيه الان على مستوى سنار في السوكي، السوكي ودامر المجذوب، السوكي ها السوكي الان القوات المسلحه يا اخواننا محاصره. اها دي بشاره ولا مو بشاره؟ هي فيها شنو السوكي؟ فيها جنجويت الان باردين وراقدين، باردين وراقدين، السوكي فيها جنجويت باردين وراقدين. القوات المسلحه سيطرت على اكثر من 19 قرى المحيطه بالسوكي، والان عامله كماشه للسوكي، محيده السوكي الان، محيده يا اخواننا، محيدة عليك كده خارج الخدمة زي نصف هذا الجيل ده التكتيك. السوكي برا الخدمة، عشر قرى خشت فيها القوات المسلحة. أخواننا الناس وين؟
يا مان حاصل شنو اللايف ده واقع يا اخواننا؟ الناس تعمل شير ولايك عشان الصفحه دي ما تضرب. راحكم ساعدونا بعمليات الشير ولايك في اي مكان. ناس السوكي الجيش الان متقدم هناك عامل عمليه تعب حصار للسوكي، بمعنى السوكي تحيدت اصبحت شنو زيها وزي المصفى خارج الخدمه. يعني كده كده الجغم يا الاستسلام يا الجغم يا الاستسلام، لكن ما في لا داخل لا مارك، بل انفتاحه كبيره جدا جدا على غرة جندر وسنجر المنطقتين دي. حتسمعوا عني الخبر طيب في ال 24 ساعه القادمات باذن الله سبحانه وتعالى، الناس تسمع اخبار طيبه حول السنجة، حول سنجة والدندن، المنطقتين دي الناس حتسمع اخبار طيبه جدا جدا. جغم ثقيل يا نونا بل والله العظيم في اي مكان يا جنجبيل اقسم بالله. ده جانب. ده بما يخص نجي نتكلم على مستوى المصفى. انا اول امس اخر لايف طلعت اتكلمت لكم اقسمت لكم بالله قلت لكم اقسم بالله الجيش جوا الجيش، ما قاعد اقول كلام وانا ما متاكد منه. وهسه بقول لكم والله الذي لا اله الا هو، القوات المسلحه ما باقي بينه وبين المصفى شيء عديل، ما باقي بينه. والليله ده حصار يومين بس، حصار بتاع يومين، يومين المصفى محيد يا اخوان، حصار يومين. الليله شفتوا الجيوش استسلموا للقوات المسلحه الليله من المصفى؟ شفتوهم ولا ما شفتوهم الليله؟ شفتوا الكميه بتاعت 70 جنجويتي الليله على مستوى المحور بتاع المصفى؟ مش استسلموا. في هسه الفيديو موجود، خلوا امشوا راجعوا في بعض الصفحات بتاعت الشباب زي بدوي حبيبنا بدوي عبد الباقي، خشوا الصفحه بتاعت بدوي الان بتلقوا انه كل الجنجويتي اللي استسلموا الليله موجودين 70. ده ما جايبين 70 جنجويتي استسلموا ليه؟ استسلموا لان عمليات الضغط. يا اخواننا المصفى ده امره محسوب. محسوب ليه؟ لما نقول لك المنطقه دي تم تحييدها معناته شنو؟ بقت خارج نطاق الخدمه، بمعنى انه ما في داخل ليها، اي طلقه من ميليشيات الجنجويت بتطلع ما في. ما في يا اخواننا دعم. ما في اسناد ليها عشان يجي يدو طلقه ثانيه، فهمت؟ فالمساله دي لازم الناس تعرف انه المصفى يا اخواننا محيط، التحييد بمعنى انه طلع خارج الخدمه، بقى شنو؟ معزول. معزول تماما، لا اتصال، لا دعم، لا اسناد، لا اكل، ما في اي حاجه، ما في اي شيء. لما نقول لك المنطقه دي اتحيدت، اتحيدت يا اخواننا. والتحييد ده يا اخواننا معناه شنو؟ المنطقه لما تكون محيده معناتها اعرف تماما انه شنو؟ المنطقه دي اصبحت بالنسبه للقوات المسلحه حقتها، دي حقت القوات المسلحه يا اخواننا، والله جد حقتنا عديل كده حقتنا. ما تحيد لما المحيد ده يا اخواننا بكون مقفول، المنطقه دي مقفوله. الليله تم استسلام 70 جنجويتي، 70 جنجويتي الليله في المصمم مش سلموا نفسه، كل الناس شهادتهم، كل الناس شافتهم بعينها، دي اللي استسلم. انا ما جاي يا اخواننا حتشهد عمليه بتاعت استسلام جميعا. واقول لك حاجه، انا اديك الزيت، المصفى ده بس الحصار ده، المصفى ده القوات المسلحه ممكن تحاصره بالطريقه دي يعني فتره بتاعت 5-6 يوم بنفس النسج ده، والله ما تفي فوقه طلقه واحد، والله كلهم يطلعوا برا، والله الجنجويت الموجودين على مستوى المناطق بتاعت من المصفى دي الداخل المصفى والحوالين المصفى، والله حيجوا يستسلموا براهم. والكلام ده اتذكره كويس، براهم حيجوا يستسلموا، ما في اي حاجه. محيد. اول حاجه التحيه للبراون، براون المخوفين القحاحيط والمخوفين الاعلام بتاع دويله الشر. براون التحيه لكم والله، والله من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فشكرا لكل الاشياء اللي قاعدين تقوموا بها في محاور كثيره جدا جدا، بيان بالعمل. فنحن والله بنقول لكم شكرا، شكرا لكم على الشيء اللي بتقدموا لنا. نحن بنقول لانه انتوا مستنفرين، لانه انتوا مستنفرين. نحن لما نقول لكم شكرا على الشيء اللي بتقوموا به ده، فحقيقه انكم بتستحقوا الشكر على الشيء اللي قاعدين تقوموا به وقاعدين تعملوا. الليله اخواننا شايفين القوات المسلحه على مستوى بحري وصلت وين؟ ما في حاجه نحن داسينها منكم. القوات المسلحه على مستوى بحري وصلت وين؟ السوق المركزي؟ لا، ما السوق المركزي. والسوق المركزي فيه شنو؟ ما السوق المركزي. القوات المسلحه اتقدمت في محاور بعيد من السوق المركزي ذاته، ابراج البشير والناس اللي بيحاولوا يطلعوا ينفوا يقول لك ما استلمنا. انا اقول لك حاجه والله العظيم، لولا سريه الخبر انا اللي كان شفت التليفون الثاني اتصلت اسي شفته من داخل ابراج البشير فيديو كول، اقسم بالله هناك وفتحنا لكم الكاميرا فيديو كول، فهمتوا؟ خلي ابراج البشير اتقدموا تون القوات المسلحه في بحري،
نظف النقطة بتاعت الدروجابات الكيلو التفاصيل دي كلها. سوق المركز ده اتقضى امره من امس يا اخوان، الناس لازم تعرف. قوات المسلحة يا اخواننا عندها سياسة مع شباب المنطقة، لما يتم تحريرها ما طوالي كده بتعلن لك انه تم تحرير المنطقة دي، بتحاول تنظف الحوالين المنطقة حتى يتم تحرير المنطقة. فهي الان بتتقاطط علينا في بحري، ونحن عارفين الكلام ده، ما محتاجين انه بتتقاطط علينا في اطار بحري، لكن انا ابشر ناس بحري، والكلام ده انا قلته قبل شهور، قلت لكم اول المناطق المحررة على مستوى ولاية الخرطوم حتكون بحري، والله وكلامي ده انا جاتي فوق. اول المناطق المحررة تماما من تواجد ميليشيات الجنجويد على مستوى بحري، على مستوى ولاية الخرطوم حتكون بحري، بحري تحديدا اول المناطق المحررة. ناس بحري، بعد غني لك ديك الاغنية بتاعت البيت دي كثير من قال انا غايت وستفت الشنط. الكلام ده نحن قلنا لكم والله. والله يا ناس بحري، يا جنجويد بحري، والله الافضل الخيارات بالنسبة لكم الان كقيادة ميليشيا انكم تستسلموا. افضل الخيارات للجنجويد لقيادة الميليشيا الموجودة على مستوى بحري انكم يستسلموا. شفتوا براكم؟ انتوا عارفين السيد القائد العام لما جاء بحري بعد الجيوش اتلاقت قال لهم شنو؟ انتوا عارفين التعليمات الصدر شنو؟ اقسم بالله العظيم انا بقسم لكم بالله يا جنجويد، وده كلام واضح بطريقه واضحه بقول. طيب في معلومه انا جاي اكدها للناس، قال لك في اثنين من دويله الشر. الكلام ده كان عايم كده ما طلع بطريقه واضحه. اثنين من الدويله بتاعت الشر تم القبض عليهم. بالمناسبة اخواننا دي حقيقة، دي حقيقة، اتنين من دويلة الشر تم القبض عليهم. ولما نتكلمنا في اطار الضربة بتاعت امس بتاعت المعمورة عشان نوريك انه بيقولوا التدخل ده تدخل، مش تدخل سافر، ده تدخل لابعد الحدود في الشأن بتاع الدولة السودانية وسيادة الدولة السودانية. دي بقولها لميليشيا بتاعت الجنجويد الموجودة على مستوى الخرطوم. هم ما بكاتلوا طبعا يا اخوان، الناس دي يا جماعة وصل بيهم الحال بيجوا بخشوا بيقولوا في العمارات دي الاستخبارات بتاعت الجنجويد حقتهم بتجي بتفتشوا، والله بيجوا يفتشون تفتيش جوا البيوت، بيطلعون بالصياط، والله بيطلعون بالصياط من جوا البيوت. الناس دي خلاص بيجوا ما ناس قتال، هم انتهوا ما ناس قتال. عملية بتاعت انهيار كبيرة جدا جدا في اوساط ميليشيات الجنجويد، انهيار ما بعد انهيار. المنطقة بتاعت شرق النيل يا اخواننا الليلة مجموعات كبيرة من الميليشيا يا اخواننا تغادر منطقة شرق النيل الليلة، اليوم غادرت منطقة شرق النيل في توجه اتجاه الجبل. اخواننا الناس دي انهاروا، والله انهاروا، صدقوني انهيار. انا ليه قلت انهيار ميليشيا الجنجويد؟ الجنجويد دي انهار يا اخواننا، الانهيار. التوجيهات جات للقيادة بتاعت الكدرو اتجاهين، الاتجاه الماشي على المصفى ده في الجيل وما يقف لحد جوا المصفى، الاتجاه الماشي على الاتجاه البحري مواجه لسلاح الاشارة. وصلتهم العده بتاعته، قال لهم قدام ما في رجوع، ناسهم درمان. باذن الله صالح الليله ده باذن الله الليله ده الجيش بتلقوه قبل صباحة الرحمن، الجيش بتلقوه على مستوى صالح، الامر اصبح محسوم. اجمل حاجه في الكلام ده كله يا اخواننا انه قدرنا نحيد ونقطع الطريق على ميليشيات الجنجويد انه ما يكون عندها اي عمليه بتاعت ابداع نهائي. اخوانكم هناك الهجان، المجتمع بتاع الهجان والفرقه الخامسه مشى يا اخواننا بالجيش الموجود عندنا، قطعت الطريق وامنت الطريق تماما، بالاضافه للطريق بتاع كوستي تندلتي النيل الابيض لحد المنطقه بتاعت مروابه، الطريق ده يا اخواننا فوق جودات، وانتم عارفين الجنجويد بيعرفوا جودات معنا شنو، امن الطريق ده بمعنى انه ما في اي عمليه بتاعت مداخل، حتى الطالعين من الخرطوم ماشيين حيتجغموا. وزي ما شفتوا اخوانكم في الهجانه امس عملوا كمين جقموا الميليشيا جقم ثقيل جدا جدا، واستلموا منهم عربات حيه، ديل الفازين من جحيم بحري، ديل الفازين من جحيم الخرطوم، جو وقعوا في الجحيم بتاع شنو؟ جحيم قوات الهجانه هناك، مجتمع بتاع الهجانه على مستوى كردفان، بلوهم بل ثقيل، استلموا منهم عربات. طيب اول حاجه من هنا بنحيي القوات المشتركه، تحيه كبيره لقواتنا القوات المشتركه مع القوات المسلحه على مستوى محور الفاشر. اخواننا امبارح واليوم خاضت القوات المشتركه مع القوات المسلحه اكبر معركه على مستوى المعارك المرت في تاريخ الدوله السودانيه، اكبر المعارك اللي هي معركه الصياح ولاية شمال دارفور. معركه الصياح استمرت من اليوم الاول لحد يوم الليله، معركه مستمره يا اخواننا، اتفجقت فيها الميليشيا بتاعت الجنجويد فجق ما بعده فجق على مستوى المنطقه. الليلة أنا بتكلم معاكم اتوقفت المعركة
بانتصار كبير جدا جدا لقواتنا المشتركه. حي الله المشتركه، مورال فوق، مشتركه فوق، حي الله هؤلاء الرجال الموجودين بقادم. لدرجه انه الليله شفتوا كلكم الاسرى، مئات الاسرى من الميليشيات الجنجويد في يد المشتركه، مجموعات كبيره جدا جدا من العربات تم تدميرها على مستوى المحور بتاع الصياح، ومجموعات كبيره جدا جدا الان جرحى، والقوه المشتركه هي بتعني الانسانيه رغم الشقه تعمل ميليشيات الجنجويد، لكن كلكم شفتوا طريقه التعامل مع الاسرى بتاعين الميليشيا وبمشوا ودوهم على اساس انه يعالجوهم. الميليشيا بعد الدقه اللي دقته في محور الصياح ده يا اخواننا، جزء كبير جدا جدا منا قاموا جارين، ما تبقى منهم قاموا جارين، وحصلت عمليه بتاعت شرك للميليشيا للمتحرك بتاع السافنا. السافنا يا اخواننا المتحرك اللي كان طالع ماشي للسافنا على مستوى المنطقه بتاعت جبل ميدوب هناك اتجاه طريق المالحه، وبرضه اخواننا ده محور، والله المحور ده يا اخواننا متحرك كامل، متحرك كامل طلعت منه عربيتين او ثلاثه وقاموا جارين ومساككات المتحرك ده، جقمون واستلموا منهم اسرى، وسافنا قاعد هناك اتخذت يدين هناك. كنت بتطلع في فيديو الان بقيت بتوجه رساله صوتيه، الجغم جايك، قلت جاي الشمال حبابك، واتحداك انا انه ما عندك القدره على انك تاخذ لك 10 عربات عشان تطلع بيه. والله يا سافنا يا علي السافنا، انت بتعرفني كويس، قبل المعركه لما كانوا ساجنينك بتجي بتتبكى لينا رسائل وصوتيه وطفات، نحن ما بنتكلم عنها لانه احنا الرجال، فهمت؟ لكن دارين نوروك حاجه معينه لازم تعرفها في راسك. انت الشمال اللي بتتكلم عنه ده اقسم بالله اتحداك تجي الصحراء دي من ولايه شمال دارفور، تطلع بس تخش الحدود بتاعت الولايه الشماليه، خلي كونك تجي الشمال ذاتك كمدن، ما بتقدر، ما بتقدر. اول حاجه هناك كده انت اقدر على المشتركه دي، لو عندك القدره هناك اقدر عليها. مشترك اخواننا في محور الصياح جرت الميليشيا بتاعت الجنجويد، لكن في حاجات لازم الناس تركز معه، وكلامي ده للمشترك لاخواني كلهم قيادات وضباط الموجودين. اول حاجه انا بعزي اسره الشهيد باذن الله سبحانه وتعالى مبارك ابو سين، ربنا ان شاء الله يتقبل، واحد من الاصدقاء المقربين جدا، تقبل الله الرفيق الشهيد مبارك ابو سين، وكذلك خدر ربنا ان شاء الله يتقبل، وحفظ الله كل الاخوه، كل اخواني واخواتي الموجودين على مستوى الفاشل حفظهم الله كل المشتركه، ربنا ان شاء الله يتقبل كل الشهداء اللي استشهدوا ويشفي كل الجرحى. طيب الناس كانت بتتكلم على مستوى المحور الجنوبي داخل الفاشل، بحمد الله وبشركم التوقل اللي توقلته الميليشيا بالقرب من المحور الجنوبي بتاع الفاشل في داخل الفاشل، الحمد لله رب العالمين استطاعت ان القوات المسلحه مع القوى المشتركه الفرقه السادسه انها تنصب كماين ثقيله جدا جدا وتحيد مجموعه من القناصه اللي كانوا موجودين على مستوى المحور الجنوبي، وقدرت تماما انها تطرد الميليشيا الموجوده على مستوى المحور الجنوبي خارج بعيد جدا جدا من المنطقه بتاعت الفاشل. محور الصياح ده يا اخواننا الميليشيا الجرحى بتاعين الميليشيا الجرحى بتاعينهم المهمين، عشان نوريك انه حتى في الجرحى ذاته في مهم وفي غير مهم. الجرحى المهمين جربوهم ودوهم كتم، اقسم بالله. طبعا في ناس حيقول لي ليه الطيران؟ والله العظيم اسي الان انا بتكلم معك في مستشفى كتم، اسي الان، والكلام ده انا بقوله للقوات المسلحه لنسور الجو، اقسم برب السماء الان انا بتكلم معك، والمشتركه عارفه الكلام ده. لكن المشتركه عندها فهم. والله الان انا بتكلم معك الجرحى بتاعين الميليشيا من المعركه استمرت اكثر من قريب يومين، الان موجودين في كتم، جربوهم الجرحى بتاعينهم في مستشفى كتم، وجزء منهم الان موجودين في مليط، اسي كلامي وكلام كنا موجودين في مليط، اسي. هسي موجودين في مليط، انا الكلام ده بقول لكم بطريقه واضحه. طيب قواتنا المشتركه مع القوات المسلحه في حاجه لازم الناس تركز فيها. ماليشيا الجنجويد الليله من الحاجات الملاحظه انه تم اسرهم الليله دي لابسين نفس الزي بتاع المشتركه. عشان لانه في ناس كثيره، والله طبعا في ناس الطيران يا اخواننا موجود، طيران موجود في خدمه المشتركه، في طيارتين موجودات يا اخواننا على مستوى المنطقه دي. اي تقدم للقوات المشتركه في اي كان او دخول لاي كان في طيران يا اخواننا بيفوق لهم شغال. لكن في حاجه لازم الناس تعرفها، الميليشيا بتاعت الجنجويد رجعت لاسلوب قذر بتاع قذاره كبير جدا جدا اللي هي الزي. الليله تم قبضهم دير يا اخواننا لابسين لبس المشتركه، والله والله اقول لكم بالواضح لابسين لبس المشتركه. عشان كده انا بوجه رساله، والطيران الليله ما قدر يضرب في جزئيات معينه، لان اخواننا دار اقول لكم حاجه، الميليشيا الليلة خاضت معركة مع القوات المشتركة بنفس زيها. إذا الليلة الطيران جا ضرب معناتها حيضربون الاثنين. عشان كده يا اخواننا الليلة الطيران ما ضرب بالمناسبة.
الطيران الليله نزول الجو الليله ما ضربت عشان لانه عارفين تماما التعليمات. واديكم معلومه، محور ولايه الشمال دارفور تحديدا حتى تحرك الطيران في يد السيد القائد الغايد الفول مارشال مني اركو منها. والله انا بقول لكم بالواضح، بمعنى انه عشان تعرفوا حاجه، انه حتى الطيران على مستوى دارفور في يد السيد القائد مني اركو منها الفول مارشال حاكم اقليم دارفور. حتى الطيران اللي بيضرب ده والتعليمات والتفاصيل والتوجه كله في يده. انت عارف ليه؟ العمليه بتاعت انصاب على اساس انه دارين ولك انه البلد دي حتحصل فوق عمليه بتاعت توزيع عادل للسلطه، حتى اذا كان الان في المعركه ذاتها في قرارات بيتم اتخاذها على مستوى دارفور بواسطه السيد القائد الفول مارشال من اركم الناوي وجبريل وغيرهم بيتخذوا قرارات كثيره جدا جدا. فما يجيك واحد يجي داري يخلق لنا ازمه من ميليشيات الجنجويد او اعلام على اساس انه الان الكلام ده لازم الناس تعرفه كلها. فلذلك ما تم توجيه الطيران الى ان تتعالج هذه المساله. وانا بوجه رساله لقواتنا المشتركه، بقول لكم انه انتوا قدره وانتوا عارفين بتعملوا في شنو، نحن ما بنقول اي حاجه، ما بنتدخل في اي تفاصيل من الشغل، نحن واثقين فيكم، ثقتنا فيكم شفت في الله سبحانه وتعالى ثم فيكم كبيره جدا جدا، لذلك انتوا عارفين نفسكم بتسووا في شنو. دي حاجه قصه انه الطيران نحن وحدوا ازاي؟ ما دارين توحدوا ازاي؟ انتوا عارفين للمشتركه، المشتركه دي اللي لقيته في الفاجر، البله اللي اتجقمته في الفاجر، اقسم بالله المعارك بتاعتها كلها على مستوى المحاور. ما تجغموا زي الجغمة تم في فاشا. فالتحية لقواتنا المشتركة والتحية لكل الميارم ولكل الراكزين الموجودين وما زالوا مستمرين في المعارك على مستوى الفاشل. ربنا إن شاء الله يحفظهم وربنا يديهم الصحة والعافية. المحور الحقيقي الليلة على مستوى المنطقة بتاعة ولاد غربي غربي دارفور برضو كذلك أخواننا، بعد دخول المنطقة بتاعة جبل مون استطاعت القوات المشتركة مع القوات المسلحة في الجزئية ديك يا اخواننا انها تصد هجوم لميليشة الجنجويد. الميليشة بتاعت الجنجويد يا اخواننا صد يعني محاولة لهجوم القوات المشتركة خوفا، ما جايين على اساس انه يسيطر على، لكن خوفا لانه عارفين انه المشتركة ما حتتوقف الا جوا الجنينة، الا جوا الجنينة جوا حتى يتم التوقف، لكن ما في حتة بتوقفهم. فحصلت عملية بتاعت معارك واستطاعت القوة المشتركة مع القوات المسلحة في محور غربي دارفور جغم الميليشيا جغم ثقيل جدا جدا وكبدتها خسائر كبيره جدا جدا. وانا من هنا داير اوجه رساله لاخواننا واصدقائنا في ولايه شمال دارفور في كبكابيه. عارفكم والله ما مكونين يا اصدقاء. والرساله دي لشباب كتار، عارفين عارفكم ما بتقدروا تتكلموا، عارفكم وعارف 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 وعارف. لكن تاكدوا انتم ما براكم، نحن معاكم والله. وحاسين بالشيء انتوا بتمروا به، حاسين بضغوطات الميليشيا عليكم في داخل كبكابيه وفي غرى كبكابيه، لكن هانت. استمروا في تماسككم دوما، تخليهم يكسروكم على الاطلاق. هانت وقربت. دي رسالتي لكم اهلنا في كبكابيه. طيب الحاجه المهمه، هروب المجموعات من الميليشيات الجنجويد على مستوى منطقه جات دخوله. اوي وريناكم يا اهل تشاد، قلنا لكم انه الشغله دي بتتقلب، الدائره بتتقلب. والكلام ده انا قلته والله على مستوى لايفات كثير يا اخواننا، الشير واللايك ما تتوقفوا منه، قلته كثير جدا جدا. الليله بنجي بنلقى انه الحكومه التشاديه والبرلمانيين التشاديين بيتباكوا. ما قلنا لكم الكلام ده حيبقى لكم حار، ها حار قلنا لكم بيبقى، بالفعل الليله بيبقى لكم حار. دخول مجموعات كبيره جدا جدا من ميليشيات الجنجويد على مستوى منطقه جات. اها طلعوا بعض البرلمانيين يتبكوا بيقولوا يا اخواننا ده فيه خطر علينا، ما زمان قلنا لكم يا اخواننا ما تدعموا الميليشيا، ما تدعموا الميليشيا. قام يا اخواننا يوم امس او قبله محمد ادريس دبي بتاع الرئيس بتاع تشاد قام بعمليه بتاعت عزل ادريس يوسف بوي. بعد شنو لكن يا مان؟ ها؟ بعد شنو يا محمد ادريس دبي؟ بعد ما خلاص البلد بعد ما الميليشيا دمرت الدولة السودانية، دمرت البنية التحتية السودانية، جاي دار تعزل إدريس يوسف بوي جيت دار تعزله. هسي حاليا الكلام ده نحن قلنا لكم حتقلب الدائرة، حتقلب وحتجيكم. نحن والله ما بنتمنى للشعب، ما بنتمنى لأي شعوب، الشعوب دي أخواننا نحن ما من عادية، لكن الحكومات الليلة والكلام ده الشعب التشادي كله يعرفه، توقلت الميليشيات وهروب مجموعات كبيره جدا جدا من الميليشيات ودخول الاجات. ما في زول بيقدر لانه في برلمانيين طلعوا اتكلموا ويتبكوا بيقولوا انه ده فيه خطر علينا، ما قلنا لكم انه الموضوع اصلا فيه خطر عليكم، فتحتوا حدودكم ليه؟ لقد تحيه محمد وكلامك جميل جدا.
أيام الناس كلها مركزة في ولاية خرطوم وولاية الدارفور، في جزيرة الناس ما بيركزوا كثير أو الناس شغالين كتامة، لكن إن شاء الله الناس دول شغالين وقريبا جدا ناس هتتفاجئ بحاجات كثيرة جدا. والجيش مهما كلف الأمر الآن تاني رجوع لورا ما في، والناس بدخلوا مدن عينك عينك كده. الجنجاو ده إذا اتحصر في خرطوم يتنظفوا، وفي دارفور ناس القاعدين في مدينة دل ما إنه مكان يمشوا، هم قاعدين في القفص. والجيش في السنار بدو لازم ينتشر، في عمليات بتاع قوات أمل الخاص لكن انتشار واسع كده للقوات المسلحة في ولاية سنار لسه ما في. جبل موية وسينيا والدندر والسوكي دل لازم يرجعوا. كل تحية لقيادة الفرقة الخامسة الحجانة في لبيت، ناس دل شغلهم شغل نار، وإن شاء الله ما أنت قاعدين تكون مأمنوا بين كردفان ودارفور. جنجاو ده كده يطلع فزع ما في، أو يمشي أكتر مكان ده ذاته ما في. بتاع الدول الجغوة في نيالي ديلك، الناس اللي راقدين في مستشفى ديلك، في واحد مسؤول من دول ديلك فات زارهم في مستشفى، في واحد فلت بكلمة هم نشروا هناك قالوا الناس ديل ماتوا في الحادث، لكن زول داك المضروب اللي راقد في مستشفى داك اتكلم كده وقال يا أخي نحن لازم نجيب سعر لناس الماتوا ديل. كلام ده قال في وسائل الإعلام وفيديو تلافي. كل تحية لقيادة الجيش والمشتركة في محور بتاع دارفور عامة، وبرضه تحية خاصة لقيادة الفرقة السادسة والمشتركة في الفاشر، والفرقة 16 والمشتركة في محور بتولاد قرب دارفور. يا أخو الناس دي خلاص نازل اتخذوا قرار وتاني رجوع لورا ما في. كل الناس سامع مقاطع الفيديو بتاع جنجيد لافة ديل، بس فزع يا أخوان، اتحركوا نوم ما في، فزع فزع. زمان كان بقول يا أخ سيطرنا وسيطرنا، آية دي أوتوماتيك كده قلبت من صدينا وفزع، صدينا وفزع، عشان ده بوريك إنه الجيش خلاص كرب. ودارفور دي بالذات موضوع تاني بقى مستحمل جنجيد ديل، وما في أي إمداد وما في أي فزع يمشي يفزع زول مكان تاني. ناس جنينة هناك مصرين انه يخشوا يحرروا جنينة، وماشين زرق وفاشر وكتم والمليت، كل المناطق ده هتتحرر. وبرضه رسالة خاصة لكل القبائل الساكتين في النص ديل، يا اخوان والله في قبائل كتير جدا ساكتين في النص، ناس ده انا ما اعرف انتوا خايفين من جنجيود ولا خايفين من شنو. ده زمان يا اخوان، زمان خوف ما في، زول الخوف ده لازم يتجغل، زمان خوف ده انتهى. لازم انت ده وقتكم تتحركوا وتقفوا المشتركة وتندفوا دارفور من الوسخ ده عشان تعيشوا في السلام. ناس ديل قاعدين والله العظيم ما ممكن تعيشي بالسلام نهائي. والله في هروب جماعي ده حقيقة والله. أمس في واحد مرة يتكلم في أدري جنجاوي ديل قال كثيرين فاتوا استسلم للقوات المشتركة هناك في أكثر من 150 تابشر، فاتوا استسلم في أدري للقوات المشتركة السودانية والتشادية، وبهايم ومواطنين كثيرين جدا فاتوا في أدري. انتوا لسه ما شفتوا حاجة، بس أصبروا جنجاوي ديل، انتوا والله جايكم بل تندموا يوم انكم انتوا ارتكبتوا حماقه وكنتوا تنتهوا من دارفور ده عشان تستلموا اراضي حقكم.